من القيادة العامة للقوات المسلحة، شهدت الساحة المصرية والعالم أجمع أمس مظاهرات وخروجاً لشعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق. لقد رأى الجميع حركة الشعب المصري وسمعوا صوته بأقصى درجات الاحترام والاهتمام، ومن المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى نداءه من كل طرف يتحمل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن. وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته. قد كان الأمل معقوداً على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب. 30 يونيو، ثورة شعبية غيرت مجرى الحياة، حولت المسار، حفظت مصر من الدمار، وأضاءت للوطن طريق الخير والعمار.